بممارسات مافياوية لأن حزب العمال أزعج مصالحها. ونحن في بداية السنة تقييم الوضع عملية إجرامية ما زالت متواصلة ضد حزب العمال. ما فهمناش اسكو صديق ما همش تعلمون جميعا أننا جنالوا الاستدعاء أعتقد أن محاولات شراء الذمم وكذا الرد عليها هو الحضور تاع أعضاء اللجنة المركزية كلهم هنا، يروحوا يحوسوا على الجثث يعودوا يخرجوها من المقابر. هم أحياء، هم يجعلوهم أحياء باش يخدموا بيهم، هم أحرار، ولكن الحزب عنده نظامه الداخلي وعنده قانونه الأساسي واشتغاله جد شفاف. هدوما مازال ما فهموش لأنهم عمرهم ما ناضلوا في حياتهم، ما يعرفوش باللي النضال بالأساس هو شرف، هو شرف وهو التزام مهما كلف الثمن. وإنه كنوز الدنيا كلها ما تشريش المناضل الحقيقي والمسؤول الحقيقي.